السيد رضوان الزواري شقيق الشهيد محمد الزواري. اهلا بك سيد رضوان. اهلا، مرحبا بك. مرحبا بك والله مرحبا يرحم بك ومرحبا بجميع المشاهدين. الله ينورك. نذكر انه استشهد محمد الزواري بتاريخ 15 ديسمبر 2016، يعني قريبا سنحيي ذكرى السادسة لاستشهاده. خلينا فكرة سريعة على الملف القضائي وين وصل له سيد رضوان. والله من المؤسف، يعني تمر يعني 6 سنوات على قضية اغتيال الشهيد محمد الزواري رحمه الله. ولا بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، صدق الله العظيم. يعني قضية محمد الزواري تشهد جمود كلي، يعني 6 سنوات، 4 سنوات تكلف بالقضية القاضي عماد الجمني وقت تم تعيينه وكيل الجمهورية، قعدت القضية لمدة 2 سنين بدون قاضي تحقيق، يعني جمدت ولم تتقدم قيد أنملة، يعني ما فماش حتى يعني نية سياسية لتقدم القضية هذه، حتى الوالدة متاعه توفيت منذ 2 سنين وذهبت إلى ربها تشتكي يعني من ظلم هذه يعني الوقع ما وصلت البحث، وقع ختم بحث، وقع ختم بحث، وختم البحث هذا يعني ما كناش راضين عليه كعائلة الشهيد. اش كان فيه؟ يعني ذكرني اش كان فيه. التوجيه أصاب على الاتهام إلى 2 بوسنيين والمتعاونين التوانسة، الصحفية مها بن حمودة وزوز يعني متعاونين معها، وتبرئة ساحة 8 متهمين. يعني احنا كعائلة الشهيد احنا نحبوا نوصلوا، بالضبط نحبوا نوصلوا، يعني تتبع رئيس جهاز الموساد ورئيس الحكومة الإسرائيلية الصهيونية في المباشرين سنة 2016، وكذلك ضم قضية الشهيد إلى قضية الجوسسة، يعني لكشف المتهمين، يعني باش ما تكون المتهمين ياخذوا جزائهم ويكونوا عذرة يعني للأجيال القادمة. نعم، هو نعرف أنه طالما وقع ختم بحث يعني أخلاقيا وصحفيا نجم نحكوا على الملف.